طب الناس اللي قعدت في الالاف مئات السنين دي كانوا بيعملوا ايه؟ بيعشروا بصل او عندهم كتب مزيفه؟ يعني الكتاب الوحيد لله في منطقه الشرق الاوسط، على اعتبار ان الاديان معظمها اديان محليه، يعني الفكره العالميه دي جت مع العصر العصور الوسطى، قبل العصور الوسطى كل الاديان محليه، فالدين المحلي بتاعنا في وسط البيئه بتاعته، ابن بيئته، البيئه بتاعته ده ايه؟ الدين كله كتابنا مضروب محرف. طب الاخوه اليهود يعملوا ايه؟ وبعدين المسيحيين بعديهم قعدوا 600 سنه بين المسيحيه وبين المسيح ورسول النبي محمد نبي القرشي سليمه. طيب مثلا حتى لو قلنا التوراه محرفه، المسيح جه قعد وطلع وحصل اللي حصل واترفع ولا اتصلب ولا حصل اللي حصل له، وما ما جبناهمش النسخه الاصليه من كتاب التوراه، يعني اللي هي الحجاره. هنا يعرض المتحدث مشكله المزيفه، يقول اذا كانت هذه الكتب قد حرفت فيعني ان المؤمنين قد كانت بين ايديهم كتب محرفه، فكيف يتعبدون الله بهذه الكتب المحرفة؟ بمعنى في الآخر كيف يعاقبون وبين أيديهم كتب لا تمثل حقيقة الوحي؟ وأنا أقول له مهلا رويدا، لابد أن نميز بين أكثر من مسألة. أهم مسألة هنا والمسألة الأولى هي قضية كيف كان أمر اليهود مع التوراة؟ ماذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم؟ فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي. معنى ذلك أن الذين كانوا ينبهون، الذين كانوا ينبهون بني إسرائيل، ينبهونهم إلى حقائق الوحي ورسالة موسى عليه السلام ما تضمنته من حق، هم أنبياء عصرهم. في كل عصر لهم نبي، كانت عندهم كثرة من الأنبياء. طبعا اليهود كان فيهم جلافة وصلافة وقتل الأنبياء، لكن كانت تأتيهم الأنبياء. طب ماذا نقول في رسالة عيسى عليه السلام؟ ومن المعلوم أنه أن إنجيل المسيح قد اختفى منذ القرن الأول الميلادي، لأن لم نجد أي ذكر لإنجيل المسيح عليه السلام في القرن الثاني الميلادي وما بعده. هنا لابد أن نفهم شيء، متى تكون القضية مشكلة عند المسلمين؟ عندما يقال إن الوحي قد شمل جميع الأرض مرة واحدة منذ بداية عصر آدم عليه السلام، منذ بداية الوحي كان الوحي ينزل دائما، وكان الناس يحاسبون عن هذا الوحي الذي يأتيهم، سواء كان هذا الوحي صحيح أم محرف، عندها ستكون المشكلة. لكن المسلمون ماذا يقولون؟ يقولون أن عصور كثيرة من ليس فقط عند بني إسرائيل، عند العرب وعند غيرهم قرون طويلة تمر ولا توجد فيها رسالة أنبياء. طيب رسالة أنبياء فهمنا أنهم لا يحاسبون يوم القيامة لأنهم لم يرسل إليه نبي. طيب هنا لا فيش إشكال أنك تحاسب. طيب ماذا سنفعل في الذين أرسل إليهم نبي لكن حرفت رسالته؟ هم في الأمر سواء، صحيح سمعوا بالمسيح لكن اختفى إنجيل المسيح والكنيسة حرفت كل شيء، فهؤلاء لا يحاسبون على اتباع رسالة المسيح لأنه لم تصلهم رسالة المسيح، وصلتهم صورة مشوهة، مجموع من الوثنية على العقيدة الأفلاطونية، على خلطة خلطها بولس على الكنيسة على الآباء على فعندما تقول فماذا نفعل في هؤلاء؟ هؤلاء كأنهم لم تصلهم رسالة، هم والذين لم تصلهم رسالة المسيح سواء. فالقول بالتحريف هنا ليس مشكل أصلا، لأنه هم وغيرهم هم سواء في حالهم، سواء يماثلون حال الذين لم تصلهم الرسالة. وابن تيمية يقول الكتاب والسنة قد دل على أن الله لا يعذب أحدا إلا بعد إبلاغ رسالة، فمن لم تبلغه جملة لم يعذبه رأسا، ومن بلغته جملة دون بعض التفاصيل لم يعذبه إلا على إنكار ما قامت عليه الحجة الرسالية. فنحن هنا أبعد ما نكون عن أن نكون في ورطة بسبب قضية التحريف، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، هذه القاعدة الحاكمة.